السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، وصفة جديدة بإذن الله. وصفتنا ديال اليوم غادي تكون عبارة على المسمنات في الفران. عرفتكم عييتهم المعجنات، ولكن هاد المسمنات هادو راه ساهلين بزاف، بحشوة بسيطة وبطريقة سريعة، يعني ما غاديش تاخد لكم الوقت نهائيا، وبنان في نفس الوقت. المهم بلا ما نطول عليكم، ندخل لكم مباشرة في المكونات وطريقة التحضير. نبداو اول حاجه بالعجين. هنا عندي 600 غرام ديال الدقيق فورص، غادي نزيد لي واحد كيس ديال خميره الحلويات فيه 8 غرام، نضيف معايا الاصغره ديال الملحه، الاصغره ديال الخميره عفوا، مع الاصغره ديال السكر سنيده، الاصغره ديال الخل، وغادي نعجن بالماء عادي. غادي ندلك العجينه ديالي مزيان، العجينه ديالنا ها هي راه وجدات هانتوما. غادي ندهن ايدي بشويه ديال الزيت، وغادي نشكلها 4 ديال الكرات هانتوما. تشوفوا معايا غنشكلهم كرات مقادين، وغادي نغطيهم بالسلوفان، نخليوه مرتاحو غير لما نوجد الحشوه. هي من الافضل الحشوه توجدوها هي الاولى باش تبرد لكم، ولكن ماشي مشكل بحال بحال حيت مازال عندي الوقت. العجينه ضروره البنات تكون مدلوكه مزيان، دلكوها بايديكم ولا في العجانه، المهم تكون مدلوكه. شوفوا بالنسبه للحشوه، خديت واحد البصله كبيره قطعتها هكا طريفات صغيرين، غادي نزيد عليها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد التوابل. بالنسبه للتوابل عندي الخرقوم بلدي اولا التحميره، هذه خرقوم بلدي، شويه ديال سكنجبير، ما كنكثرش سكنجبير غير شويه هانتوما، بزار مشعل البوطه، شويه ديال السودانيه اختياريه ممكن ما ديروهاش، كمون، ملحه، شويه بودره الثومه وبودره البصله. ما عندكمش ديروا غير حكوا واحد في صيص ديال الثومه وصافي. شويه الربيع الزر مدنوس، صافي غادي نخلط كلشي مزيان حتى نحس بالبصله بدات تدبل، وغادي نزيد الكفته. حطيت تقريبا واحد 200 غرام ديال الكفته، صافي حتى هي غادي نبقى هكا نفرتت فيها. ومن بعد غادي نضيف الخضره، عندي حيت محكوك وكورجيت محكوكه، عندي جوج حيت ديال كبار وجوج كورجيتات. غادي نزيد الخضره، ممكن ديروا غير خيز بوحدو، ممكن ديروا غير كورجيت، ديروا فلفله، داكشي اللي بغيتو نتوما واللي كيعجبكم. صافي دابا غادي نحرك حتى كطيب، ما كطيبش 100% الخضره حيت مازال غطيب في الفران، وصافي كنطفي عليها ونخليها ضروري خاص الحشوه تكون بارده. صافي البنات دابا غادي نطفي عليها، هي الحشوه ديالنا وجدات. البنات هنا غادي ندوز للعجينه، غادي غير نوجدها. هنا عندي الزيت وعندي الزبده اللي مذوباها، غادي ناخذ كره واحده
غادي ندهن، غادي نسرحها غير بالزيت في الاول حتى نبدا نمرق فيها عاد باش غادي نستخدم الزبده. سرحت العجينه ديال البنات خاصها تكون رقيقه. دابا غادي ناخذ كميه من الزبده ديال اللوبه وغادي نرشها. هاد الزبده هي اللي كتخلي لينا المسمنات ديالنا يجيونا مورقين. صافي وغادي نطويها بحال هكا نطوي المسمن. نحاولوا نجبدوا بحال هكا. وغادي نجيبو هاد هادي هكا. غادي نطويها مرة أخرى وغادي نجيب هادي هكا. غادي نخليها على جنب وغادي ندوز نسرح كرة واحدة أخرى. دابا من بعد ما سرحت العجينة الثانية أولا الكرة الثانية غادي ندهن مرة أخرى بالزبدة، حيت غادي ندير كل جوج كرات في مسمنة واحدة. هانتوما غادي تشوفو مندهن شوية ديال الزبدة. وغادي نجيب هذه اللي درت هنا نحطها الوسط ونجيب عليها هاد الله يسهل. كنجيب هذه كنطويها بحال كنصايب داك المسمن الكبير ديال الفران. غادي ندهن بشويه ديال الزبده. وغادي نطويها مرة أخرى هكا. ونجيب هادي هكا. وصافي هادي دابا غادي نخليها ترتاح. هادي مسمنة وحدة. غادي ندير نفس الطريقة. غادي ندير هادوك الجوج اللي بقاو ليا ونرجع معاكم. غادي ناخد هاد اللي بديت بها هي الأولى هي اللي غنبدا بها. صافي دابا تنبدا نخدم غير بالزيت كنبعدو على الزبدة. صافي حيدتها وغادي نسرحها. دابا من بعد ما سرحت العجينة ديالي حاولت انني نسرحها بشكل طولي. هانتوما كنخليوها ما ديروهاش رقيقة بزاف وما تخليوهاش غليظة. دابا غادي نقسمها على جوج. بسم الله. ناخد الحشوه ديالي من بعد ما بردات ضروري تكون بردات. غادي ناخد كميه غادي نديرها هكا الوسط. بسم الله. المهم غادي نحاول ان هاد الحشوه اللي عندي نقسمها على 4 حيت غادي يخرجوا ليا 4 ديال المسمنات. وغادي ناخذ شويه ديال الفرماج اختياري ممكن ما ديروهش. عندي موتزاريلا وفرماج احمر. دابا غادي ناخذ هذا الشنب هذا كنسدو بحال هكا. كنجيب هذا هكا وكنحاول انني نقرصها. هاد الجهه اللي سدينا غادي تكون هي التحتانيه باش ما تحلش لينا. ساهلين البنات ودغيا دغيا كيوجدوا هادو راه ما غاديش ياخذوا لكم الوقت نهائيا.
نحاول نقصوه مزيان. غادي نقطع هاد الجناب لي تيكونو زايدين بحال هكا صافي، نزوم نحطهم في اللاطا. بالنسبه لهادي راه غادي تكون هي تحتانيه كيف صبع ليا ذكرت ليكم، انا راه حطيتهم وكنقادهم. دابا غادي ندوز في نفس الوقت نوجد هادي اللي بقات لي بنفس الطريقه. من بعد ما كملت كلشي غادي ناخذ دابا هاد القطعه وغادي نحاول نقطع على النص. من بعد ما كملت سمحوا لي ما تصوراتش لي المقطع، درت شريطات بحال هكا ثلاثه. دابا غادي ناخذ واحد البيضه كامله درت معها اطيرات ديال الخل غادي نصوركم، وغادي ندهنهم كاملين بالبيضه كامله. صافي من بعد ما تحمروا خرجتهم صافي، راه كيجيو مقرمشين مازال سخان.